شو يبغى هذا؟ يبغى يحض رجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعت على الفلوق يا شباب. رايحين وادي رم نعيش 100 ساعة هناك. وزي ما تشوفوا هذه البداية، لا تنسى اللايك والاشتراك. ويا ساتر خلينا نوصل للكامب ويلا. واو حنطير. اوف اوف اوف. واليوم اليوم يوتيوب خلاص. باذن الله بيعجبكم. لازم تشوفون السيارة. احنا رايحين 6 ساعات في الحلوه. طيب يا شباب، وصلنا المكان اسمه لورنس العرب. ما ادري اذا شفتوا الفيلم، بس احنا مكان، شوف المكان خرافي. انا ويل كم باك. اوكي جود جاب. بسم الله. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله طلعت. هذا المنظر يا الله، هناك كمان. الحمد لله وصلنا اخر شيء. زي ما تشوفوا ما في شيء ذكرنا الطريق. شوف هناك، اوه والله رهيب. شوفوا طبعا هذا الكلام من الطين زمان. شوف وين، اتوقع انكم شايفينها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. هي هنا. وصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واو هذا قبل 2000 سنه. وصلنا المكان الثاني. زي ما تشوفوا هذا النهر. هنا نهر تقريبا يطلع مويه. اوف مره رهيب. واو هنا المفروض في نهر. اوه هذه المويه شايفين، هذه المويه حق. الحين بناكل هذا الاكل. والله خرافي. والشاقة يتصور هنا، وهذا الجبل هنا. اي شوف هذا بيت لورنس. كان روح مكان، هذا بيت كان ساكن. طبعا يا شباب الحين رايحين مكان ثاني. لا لا او ماي ديزرت ماجيك. لا عالية ثانية والله خرافي. كان راح نطلع نمشي فوق الحجرة هذه. فبسم الله يعني هو المفروض ما حد يطيح لأنه معلقة. طيب بسم الله حنروح نتسلق هذا الجبل. شوف الرجال فوق قاعد يمشي على الحجرة هذه اللي معلقة بينها. الحفرات موجودة للمساعدة في المشي. وصلنا القمة، طلعنا فوق فوق. شوف وين، المكان خرافي. شوف احنا كمان كنا. شوف الناس تحسهم نمل. طيب يا شباب شوفوا، حاسس نفسي بامريكا ولا لوس انجلوس. انه لما تكون بالصحراء تبغى تروح مثلا مكسيك او شيء زي كذا. ايوه كانك بتكساس. الله عليك. طيب شوفوا وصلنا. اتوقعوا هذه ايش اسم الحجره يعني. معاكم 5 ثواني تكتب في الكومنتات هذه تشبه ايش. ثعبان، تشبه صدفه حقت سلحفه، اسمها ماشروم. مشروم. طيب يا شباب الحين راح نلعب كره طائره زي ما تشوفوا. فتتوقع من يفوز؟ اذا فريقي اكتبوا واحد، فريقي ضدي اكتبوا اثنين. الحين يا شباب 2-1 لنا. لما تشوفوا قاعدين نفوز. ف بحط الكاميرا هنا خليها تصور. لا تنسى تحط لايك والاشتراك، وشكرا لديزرت ماجيك على هذه الرحله الحلوه، وشكرا اللي جيت عشان يوصلونا لوادي رم. طيب يا شباب خلصنا الجيم. ما حد فاز. والله كان جيم ناري. وكذا خلصنا، الحين رايحين نشوف الغروب. طيب يا شباب جينا عند الميك اب. اتوقع كل واحد جاء وادي رم يعرف الميك اب هذا. شو؟ شوف 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 ميك اب اصلي. الله سوونا قلب. هذا الكل حط لايك واشتراك. بس عندنا رسام مختص في الميك اب. ايوه
كيف الرسام الربع 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 مايك بالبدو يا رجل. اي والله مايك بالبدو احسن ما الطبيعه صح، مو زي الحرمه يشيلها شنده زي ورشه ميكانيك يا رجل. والله من جد زمان يا رجل ما في زي. وانت الميك اب ارتست، انت تسوي الميك اب؟ انا اسوي الميك اب. خلاص زين، اي حد يبغى يتواصل معاك نحط رقمك. ايوه حط رقمك. حنطلع الجبل. طيب وصلنا مكان ثاني زي ما تشوفوا، هذا المكان يسمونه الجبال انه كذا له اسم معين، بس ليش؟ لانه كل الجبال ملصقه. خليني اوديكم تعال شوف كيف الجبال ملصقه كلها جنب بعض. شوفوا كيف كل الجبال ملصقه، فمكان رهيب. طيب زي ما تشوفوا طلعنا فوق الجبل، الغروب السانست حق الشمس فوق الجبل. الحين راح نوريكم الزرب، فخلينا نوريكم صوركم كل شيء. كيف الزرب يكون؟ الزرب راح يكون 100% راح تنبسطوا منه اليوم باذن الله. الحين بنصور لكم كل شيء. خلينا نلحق عليه، خليك لحق عليه، خليك قريب منه. اوكي اوكي يلا يلا شوينا سوينا. الله الزرب دمجوا بين خضار الدجاج بين الرز. يلا خلينا نروح ناكل. خلينا نسوي لكم بوفيه، خلينا نسوي لكم بوفيه معليش. الاكل تفجر انت تصور فنجان مره، بس هذا البوفيه. هذا الزرب ما شاء الله النسف عشان تعرف قد ايش كان اكل خرافي. والحمد لله. السلام عليكم يا صباح الخير. اليوم يوم الثالث، قبل شوي صحيت من النوم حرفيا على طول بدأ التصوير، رايحين نفطر الساعة 7:30. فاحنا في الكامب تقريبا كملنا 60 ساعة، فما باقي شيء ونوصل 100 ساعة. طبعا هذا الكامب اللي قاعد اشوف كيف والله رايق مرة، بس والله خلينا نروح ناكل ونجيكم بعد الاكل. كلكم ودي وانا سي ذا فيديو. السلام عليكم. شوف علمناه كلام بريطاني خرافي، صار تقريبا عربي. روز من عمان. How was that trip? It's amazing. I had a good trip. Yeah, أنا مونيكا زوجة روز. فأخذ شيشة فل أمها ببريطانيا. فوالله كانوا ضيوف خرافيين. وانبسطنا معاهم. I hope to see you guys again in London. Inshallah. Inshallah in London. Sure, we will. We will. Yeah, we will. You're gonna do the same thing we did here, right? Yeah. The guy too. Yeah, we'll be really excited. Yeah, بس نشوفكم بريطانيا. شباب ودانا روز ومونيكا. والله كانوا فلوين. وان شاء الله راح نشوفهم بريطانيا، راح يجيكم فلوق بريطانيا تسليم. وابغى اقول لهم كلام. روز اند مونيكا، ثانك يو فور ايفرثينج. It was a pleasure to meet you and we had fun and see you in London ان شاء الله. والحين راح نروح نسوي فعاليات، راح نروح نشوف نركب الجمال ونسوي فلوق مع الجمل، وخليه يقول لك سبسكرايب ويلا. ركبنا، انا كنت حشقلب على ودي. ايش يبغى هذا؟ يبغى يحط رجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 تمشي يرحم. تكفى تكفى. شوف شوف هذا اخر واحد. لا 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 مش وقت تزاوج. رجلي رجلي يرحم امك يا شيخ. لحسني كيف تكفى رجلي. لا يا رب ما اعطي بالقير. الله يخليكم صوروني. بريكات نبغى بريكات. ارحب خلاص زعل. امسك امسك لا تبوسني. هلا والله يقعد وامسك. ايش يبغى هذا؟ ليش كثير قريب؟ لايك اشتراك.
شايفين هذا الحجر كأنه بني آدم. وش بني آدم؟ معنا هذول الشباب من إيطاليا بلجيم، كيف حالكم؟ كيفك؟ Do you want to say something for YouTube؟ كيفك يوتيوب؟ طيب يا شباب شوف وصلنا عند الكهف، خلينا نشوف. يا الله 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 احنا وين؟ Do you want to go? I mean let's go. خلينا نروح سلطان. Yeah, no fucking way. Why? يلا يلا يلا. أول شيء خلاص. يلا روح شغل لايف. يلا ريان شغل كمان. هلا والله. هلا والله. Yes. Oh, just finished. Ah, okay, خلص. شوفوا في شيء هناك. شنو ما أدري أدري. بني آدم ما أدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اليوم الرابع فجرم، بس باقي يوم ونكمل 100 ساعة على ديزرت ماجيك كام على الفعاليات، وإن شاء الله عجبكم الفلوق. يعني أنا حاولت بالخمس أيام، تخيل لي خمس أيام أصور هذا المقطع وأوريكم وجهها. هلا والله شباب. نشوفوا بدأنا نمشي، إحنا نمشي ساعتين، طريق مرة طويل، فإذا في أشياء حلوة بنصورها. زي ما تشوفوا الشمس الساعة 8:30 الصبح، وصلنا عند الجبال. شوفوا ما شاء الله أكبرهم. واو أصغر هذا الجمل، واو كيوت هذا. كامب زي ما تشوفوا الكامب هناك، والله كانت رهيبة، حتى ما حسينا فيها والحمد لله. طلعنا برا الحين، طلعنا برا المحمية. برا المحمية ايش تشوف؟ تشوف كل شيء. تشوف هذا مكان جديد، فا يعني الحين ممكن تشوف ذئب فجأة، ممكن تشوف أشياء مجنونة. نكتب اسمينا هنا، هذا اسمي، هذا اسمينا. هناك أسامة، سلطان يوسف، هنا سلطان، هذا سلطان يوسف سنوب دوغ، مرحبا أبو سلمان، هذاك أبو شقرة. فشو قاعد يكتب أبو شقرة؟ شو فن فن. إيش رأيك يا سنوب دوغ؟ والله يا رجل أقوى من الوحدات. شو رهيبة. وين ما كان صور ستار وورز، شوف هنا ستار وورز هنا تحت. شوف هنا الزيب لاين كان اللي صوروا فيه الزيب لاين. واو رهيب. وصلنا قرش الحجر الطايرة هذه، واو رهيب. وفي هنا مكان تروح تشرب شاي وموية. والله عالي مرة. شوف هذا مكان جديد، في بير هنا، شوف أكبر مكان. والله خليني أوريكم البير. هنا البير هذا، واو هذا البير. وقفنا عند قلعة فرنسية بس مسكرة، شوف كيف، واو رهيبة بس مسكرة للأسف. بخير كيف حالكم؟ اليوم يوم الخامس قاطع، وشكرا لديزرت ماجيك على الكامب الخرافي، شكرا جد عشان وصلتونا. لقينا عصفور كان معلق، يبغى يقول لكم انت تحط لك اشتراك لما ينتهي المقطع. ويق ويق ويق. شوف والله خرافي ما شاء الله. وهذه كانت غرفتنا اللي كنا ساكنين فيها، لما تشوفوا هنا ترس وحركات. شكرا ديزرت ماجيك على الغرفة الرهيبة. خليني اوريكم اهم شيء في الغرفة. طبعا شوف هذه الارقام اللي يبغى يحجز يا شباب على السريع، هذه ارقامها. شكرا لستوب دوغ على كل شيء، يعطيك العافيه والله انك ضبطتنا، شكرا على كل شيء. عفوا وانتم بنصبتنا يا حبيبي ستوبي، صوت كلهم شيء اليوتيوب. السلام عليكم. والله شباب الحين حنمشي زي ما تعرفون، جينا مع جد وراجعين مع جد، جيبوا لنا البرايفت باص هذا يعطيهم العافيه. زي ما تشوف خليني اوريكم البرايفت، خرافي. خليني اوريكم الباص من جوا، زي ما تشوفين اربع مقاعد في الخلف، والباص مكيف فل فل، وهذا الباص من قدام زي كذا. فشكرا جد، شكرا لكم كلكم. شوفكم مقطع ثاني، يبغى يحجز مع جد او مع الكامب، كل شيء في الديسكريبشن. شوفكم، السلام عليكم.